وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamu alaikum, Yasin. How are you doing? Inshallah, you're fine. This is our plan. Alhamdulillah, we have finished to Surah Al-Ma'oon, from An-Nas to Al-Ma'oon. Inshallah, this month we will take Surah Quraysh and Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, and At-Takathur. Okay, and today we have already taken Surah Quraysh, so we will go directly to Surah Al-Fil. I will read Surah Al-Fil and Al-Humazah to you. Listen, Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Okay, next one. الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. All right. Thank you, Yasin. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.